الحكمة في موضوع خطير قوي عنوانه لماذا الألم؟ ليه ربنا ممكن يسمح بقى ضيقات وتجارب شديدة لشخص كويس؟ لأن السؤال ده دايما لغز، ومهما اجتهدنا في إجابته ممكن تفضل الإجابة برضو غامضة لأنها ممكن ما تريحش المجرب. لكن في الآخر كلنا عارفين أنه المصير الأبدي بيحسم الموقف. أيوب بسبب التجربة تزكى. تزكى يعني إيه؟ يعني بقت نمر عالية قوي، يعني بقى حاجة كبيرة قوي عند ربنا، فيظل إلى الأبد واحد بمثابة الأنبياء العظام بسبب التجربة مش بسبب جهاداته اللي قبل التجربة. كان كامل من ناحية السلوك، لكن التجربة واحتمال التجربة أضافت إلى كماله كمالات أخرى. طبعا لما نقول كلمة كمال ده نقصد به كمال نسبي، يعني كمال بتاع البشر، يعني مش حاجة مطلقة زي ربنا له كل المجد. لكن هو الكتاب نفسه بيدعونا للكمال لما يقول إيه؟ كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. لما أيوب بدأ يتكلم في الأول كان بيبكي بس، وفضلوا أصحابه يبكوا جنبه. اعترض على ربنا أو تذمر أو اشتكى أو تألم، فمن هنا أصحابه حسوا في نغمة شكواه وكأنه رافض مشيئة الله، فتباروا الثلاثة مش في تعزيته، في الدفاع عن موقف الله، وده استفزوا بالأكتر وتعبوا أكتر لأنه بيحب ربنا أكتر منهم، مش محتاج حد يقول له ربنا ده مين. لكن عشان يقولوا له أنت أكيد وحش عشان كده حصل لك كده، تقريبا دي القاعدة اللي الثلاثة اتكلموا فيها، فده وجع قلبه أكتر، لأنه ما ينفعش واحد يكون مجرب بشدة تقول له ده كله بسبب شرك. دي أصعب إجابة ممكن يحتملها لأنه مش عارف يطلع منها. ففضل يكلمهم شوية عن ربنا وصفاته، وكل اللي قاله أيوب عن صفات الله كلها دقيقة، لكن كمان بيتكلم جزئيا عن شكواه ووجعه، وجزئيا عن اللغز، مش فاهم طب ليه بيحصل معايا كده. سكتوا في الآخر. ليه؟ في الآخر هو بقى يعني زي ما تقولوا إيه، مش قادرين عليه، ففضل يكلم ورا بعض كده. لما هو سكت ظهر لنا هذا الشاب اللي كان مختفي، أليهو ده. أتاريه قاعد يسمع الحوار ده كله زيكم كده بقاله سنة يعني. فسمع التلاتة بيقولوا إيه، وسمع أيوب بيقول إيه، وده راجل روحاني عاقل. فقال الإصحاح اللي فات، إحنا خلصنا 32 قبل رأس السنة، هنبتدي 33. قال أنا قلت الحكمة الأيام هتتكلم، فما يصحش أنا الشاب الصغير أتكلم والأربعة كبار، فقلت أديك فرصة، إنما أنا الحقيقة متغاظ مش قادر أسكت أكتر من كده. أيوب غلطان لأنه معتبر نفسه أبر من الله، والتلاتة غلطانين لأن هم تعبوا أيوب بالكلام وما ريحوش بأي حاجة، فهو إيه اعتبر إن الأربعة مخطئين. فتعالوا نشوف أليهو إيه حججه في قضية الألم، وهو الشخص اللي يعني معزي بشكل حكيم أكثر حكمة حتى من الشيوخ. ولكن اسمع الآن يا أيوب، مين اللي بيتكلم؟ الشخص اللي اسمه أليهو اللي احنا بنعتبره حكيم حكمة روحية، فإيه هيقول كلام مظبوط مريح شوية، لكن في عتاب لأيوب، لأن أيوب لا يخلو من يعني تهكم واعتراض وكبرياء شوية داخل. اسمع الآن يا أيوب أقوالي واصغي إلى كل كلام. أحيانا الشخص تكون بتكلمه يكون مش سمعك، إيه قيمة أنك تقول لواحد ممكن تسمعني؟ طب ما هو سمعك. لا، في واحد يعمل نفسه سامع بس هو دماغه في حتة تانية أو عاوز يجاوبه بس. فأحيانا تبقى عاوز تقول للي قصادك من فضلك اسمعني من غير ما ترد، أو ركز في اللي بقوله ما تجهزش إجابتك، اسمع الأول وبعد كده قول اللي أنت عاوزه بس اسمع للآخر. ففي حوارات كتيرة في بلادنا تلاقي واحد بيتكلم والتاني عامل نفسه بيسمع هو ما بيسمعش،
هو مرتب هيقول ايه. فهنا بيقول له أيوب كفاياك أنت قلت كتير قوي، اسمعني بقى وركز في اللي أنا بقول. ها أنا ذا قد فتحت فمي، لساني نطق في حنكة. طبعا تعرفين الأسلوب الأدبي، كل السفر يظن أن أيوب نفسه كتبه بعد التجربة، فاستعرض كل الأحداث وصاغوا صياغة أدبية عظيمة، لأنه ده أدب عبري، لكن طبعا كله بوحي الروح القدس. فساعات تلاقوا أنه في بعض التعبيرات يعني هي تكرار للمعنى. فبيقول له أنا هفتح بقي وإيه ولساني هينطق، فاديني فرصتي. استقامت قلبي كلامي، يعني إيه؟ بصي أيوب، أنا اللي هجاملك وأخطيت، لا هجامل ربنا. يعني هعتبر أصحابك جاملوا ربنا. فضلوا يقولوا ربنا عدى العيب وأنت الغلط راكبك من راسك لرجلك. أنا مش هقول كده، أنا هكلم باستقامة قلبي. يعني اللي جوايا هيطلع، واسمعني للآخر. ومعرفة شفتاي مما تنطقان بها خالص. يعني أنا مراعي جدا إن أنا ما يبقاش في رياء ولا تملق ولا نفاق ولا مبالغة كمان. روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. فكركم بحاجة، سفر أيوب كتب، البعض بيعتبره كتب قبل التوراة. التوراة مكتوبة في زمن موسى، موسى يسبق المسيح بحوالي 1500 سنة، لكن أيوب يسبق المسيح بحوالي 1800 سنة. وعشان كده ما فيش ذكر للشريعة خالص ولا قصص الخروج ولا أحداث موسى، لأنه أيوب قبل موسى. لكن كان في ما نسميه الناموس الطبيعي أو الإيمان المتوارث. فالمؤمنين اللي زي أيوب ما عندهمش كتاب يقول لهم ربنا إيه، بس هما من ناحية آدم توارثوا الإيمان المستقيم، فعارفين أن ربنا اللي خلق الإنسان وتنسم في نسمة حياة. فهو بيقولوا اللي هم عارفينه، فبيقول روح الله صنعني. النهاردة في ناس ما بتقولش الآية دي، يعني مش مقتنعين، بيقول لك أنا عملت روح. روح الله صنعني والخلق في اللاهوت ينسب للآب والابن والروح القدس. يعني تقول الآب خلق بالابن في الروح القدس، فالروح القدس خلق الإنسان صنعه. ونسمة القدير أحيتني، يبقى كل إنسان حتى الأشرار والبعاد عن ربنا فيهم نسمة إلهية، مش بنسميها الروح القدس، لكن الحياة اللي فيهم ما هي طالعة من ربنا، احنا بنسميه رئيس الحياة. فالإنسان ده مخلوق في أنفه نسمة حياة، زي ما وصفها سفر التكوين أنه خد التراب ده ونفخ فيه، فصار آدم الأول نفسا حية. ده التعبير اللي بولس كان بيوصف بيه اللي حصل في التكوين. نسمة القدير أحيتني، يعني عاوز يقول له بص أنا بتكلم باستقامة ليه؟ أنا أولي نفس وآخري نفس، يعني أنا لو كلامي ما يعجبش ربنا ممكن ياخدني على طول. فأنا مصدق أن ربنا سمعنا وربنا هو اللي اداني الحياة. ودي حكمة مهمة قوي أحبائي، لما الواحد يتكلم ياريت لما الواحد يتكلم يفتكر أن ربنا سمعه فيدقق في الكلام. فالقديس بولس لأنه كان بيوعظ كتير قال قاعدة يعني جميلة قوي للوعاظ اللي زينا، قال كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح. كما من الله يعني الكلام جاي من ربنا، بنتكلم قدام ربنا يعني ربنا سامع وشاهد. في المسيح يعني في روح الصلاة، يعني مش بيطلع بره المسيح وهو بيتكلم. إذا القديس بولس ما كانتش الوعظ بالنسبة له شغلة سهلة، لا ده هو حاسس إن ربنا سامعه، عشان لو قال حاجة كده ولا كده من دماغه تبقى غلط. فهنا كأن أليه عاوز يقول له على فكرة أنا مش بقوله بس، أنا مش هتكلم وخلاص، لا أنا مراعي كويس قوي أن ربنا اللي خلقني وروح الحياة دي منسوبة لي، فأنا لازم أراعي كويس قوي اللي هقوله. روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني، إن استطعت فأجبني. يعني هديك فرصة في الآخر يا أيوب ترد. أنا هكلم، أنت قلت كتير قوي يا أيوب، احنا في 33 ده دوب الراجل بيتكلم. فقال له لو قدرت جاوبني. أحسن الدعوة أمامي، يعني هديك كل الحق
الدعوة هنا بمعنى الاعتراض أو الإيه؟ الرد يعني. انتصب يعني إيه؟ أقف لي ورد علي، ما عنديش مشكلة. برضو دي من علامات الحكمة، إنك تدي فرصة للشخص الآخر إنه يعبر عن رأيه. مشكلة أصدقاء أيوب ما كانوش مستحملين له كلمة، لأنه لما كان يشكي كانوا يقطعوه ويغيظوه بردودهم. فهنا هو أليه راعى آداب الحوار، إنه قال له أنا هقول اللي عندي، بعد كده قول كل اللي عندك، وقف ورد علي ما عنديش مشكلة. ها أنا ذا حسب قولك عوضا على الله. يعني إيه؟ اعتبرني أنا برد نيابة عن ربنا، يعني سيبني أبرر ربنا ما أنت استذنبت ربنا. أيوب مشكلته بالتعبير اللي قاله أليه الإصحاح اللي فات، قال هو استذنب ربنا، يعني هو اعتبر ربنا ملوش حق في اللي عمله. فهنا بيقول له طب أنا هدافع عن ربنا كأني مطرح. أنا أيضا من الطين تقرست، يعني إيه؟ أنا لا عامل فيها حكيم زماني ولا بقول لك أنا ملك من السماء، أنا من الطين زينا زيك، لكن أنا من حقي أقول وجهة نظري ودافع عن ربنا. هو ده هيبتي لا ترهبك، يعني إيه؟ أنت راجل كبير وكنت أغنى مني مليون مرة ومشهور عني، أنا راجل غلبان وشاب صغير، فمش أنا اللي هتعمل لي إيه حساب زيادة. هنا برضو في تواضع وأدب في الحوار، فبيقول له هيبتي لا ترهبك، يعني مش أنت مكمن، يعني لما يكونوا كبار في بعض كانوا بينطحوا بعض كده. هو قال له أنا من دور ولادكم، فأنا مش أكيد هتعبك وأنا بتكلم، وجلالي لا يثقل عليك. فهو حتى بحكمة بيقول له أنا آخر واحد أخوفك أو إيه أقلقك، لأن أنا أصغر منك كتير. إنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت. بصوا بقى الحكمة، إنه هيجيب من كلمات أيوب عشان يقول له مالكش حق في اللي قلته. ودي برضو حكمة. ليه؟ أحيانا واحد يكون بيعاتب واحد يقول له أصلك قلت، يقول له لا ما قلت، أو يبالغ في إنه يحلل الموقف فيتعبه. فهنا أليه من حكمته زي اللي مسجل اللي تقال، فقال له أنا هقول لك أنت قلت إيه، وتعالى نرجع. إنك قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعت، قلت أنا بريء بلا ذنب. ما هو ده ملخص كلام أيوب، لو أنتم مذاكرين ومتابعين معانا بقى لنا قربنا على سنة في أيوب. كان أيوب شعاره أنا بريء، أنا ما بغلطش، أنا ماشي صح، ليه يعمل فيا كده؟ اشمعنى أنا اللي يجرى لي ده كله؟ دي كانت قضية أيوب. فقال له ممكن نراجع بقى الحتة دي، يعني إيه بريء؟ أنت يمكن قدام ضميرك بريء، يجوز قدام الناس أنت أحسن من ناس كتير، بس ده مش معناه أنك بريء. ودي تؤكد إيماننا المسيحي أنه ليس بار، ها؟ ليس ولا واحد. نجد في المزمور وعدها بولس بالتفصيل بقى في روميا وغيره عشان يأكد أنه الجميع يحتاجوا للخلاص، الجميع زاغوا وفسدوا. فهنا أليه بيأكد كده، لما تقول أنا بريء بلا ذنب أقول لك غلط، لأن أنت هنا بتحسب على أي أساس؟ على أحساس نفسك ولا بتحسب على مستوى البشر اللي حواليك؟ مين قال كده؟ طب بالنسبة لربنا ده ينسب لملائكة حماقة، مين يتزكى قدامه؟ ده قدوس القديسين. فكونك بتقول أنا بريء دي لوحدها مش مظبوطة. ذكي أنا، ذكي هنا مش ذكاء العقل، الذكي اللي هو التزكية يعني إنه نقي يعني، ولا إثم لي. ده بيقول أنتوا بتقول كده يا أيوب. هو ذا يطلب علي علل، يعني بيمسك علي علة بعداوة، علل عداوة يعني إيه؟ هو ربنا حطتني في دماغه وبيطلع لي الغلط، لكن أنا مش غلطان. دي كلمات أيوب أو معاني كلمات أيوب. يحسبني عدوا له. هنا بقى ليه هيقول له يعني ربنا هيمسك واحد من اللي خلقهم يعدي ليه؟ وربنا يعني صغير كده، وفي نفس الوقت أنت بتقول بريء ولا اسم، إزاي بتقول كده؟ وضع رجلي في المقطرة. دي كلمات أيوب. يراقب كل طرقي، يعني وقف لي على الوحدة وحبس رجلي عشان ما روحش يمين ولا شمال، كأني عدو.
ها إنك في هذا لم تصيب. الإصابة هنا بمعنى إيه؟ يصيب الهدف، يعني قال كلام صح، قال له بص في الحتة دي بقى مالكش حق. بصوا الأدب اللي بيتكلم فيه، إيه اللي فرق أليهو عن الثلاثة اللي فاتوا؟ أليهو برضه هيقول له أيوب أنت زودتها وأنت غلطت، بس أليهو مهذب في كلامه وبيتعامل باحترام شديد وحاسس بوجع أيوب فبيتعامل معاه بحنية شوية، لكن في الآخر هيقول له أنت غلطان. ودي حكمة بقى، أنك أنت لما تعزي شخص خليك مراعي وجعه وخليك حنين عليه، لكن ما يش معنى كده أنك تطلعه بريء كل البراءة لما يكون غلطان، لا، وإلا مش هيستفيد. فهنا أليهو قال له في الكلمتين دول أنت لم تصيب، مالكش حق. أنا أجيبك لأن الله أعظم من الإنسان. لما بتقول أنا بريء وأنا لا إثم فيا وربنا ظالمني وربنا عاملني عدوه، أنت حبيبي بالراحة شوية، فينك أنت وفين ربنا؟ ده ربنا ده كبير قوي وعالي قوي، إيه اللي يخليه يعني يعملك عدو؟ يعني هيستقصدك ليه يعني؟ فهنا تلاحظوا بقى ابتدى يتكلم بحكمة، أكيد الفكرة اللي أنت عاملها دي أيوب غلط، ربنا مش بيستقصد حد ولا بيظلم حد، الله أعظم من الإنسان. لماذا تخاصمه؟ برضو دي حكمة تانية. ليه أيوب أنت اللي وقفت موقف خصومة من الله لما عمل اللي هو يحبه؟ أنت في الأول قلت الرب أعطى الرب أخذ وقلت كلام صح، ما هو ربنا من حقه يدي حياة وياخد الحياة، هو حر. إنما لما الوجع زاد عليك بقيت أنت مخاصم ربنا، ربنا مش هو اللي خصمك، ربنا أيوة سمح بوجع لكن ربنا ما اعتبركش خصم أبدا، لكن أنت اعتبرته خصم. ساعات واحد يبقى في تجربة يقول لك ربنا مخاصمني، يا حبيبي ربنا ما بيخاصمش، ربنا مخه كبير قوي، أنت اللي مخاصمه أو معتبره خصم لأن الحكاية مش ماشية على هواك. فقال له لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنه. دي بقى حتة مهمة، ويمكن دي بقى تميز أليهو، أنه أول إجابة مقنعة ويمكن قد تكون أهم إجابة في سفر أيوب، أمور الله لا يجاوب عنها. بمعنى إيه؟ بالضبط اللي قاله بولس في روميا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. ما ينفعش أن ربنا تقول له تعالى بقى فهمنا يا رب من الأول للآخر بتعمل كده ليه؟ ربنا كبير قوي عن كده وحكمته عالية قوي عن كده، والتفاصيل اللي بتخلي ربنا يعمل أي حاجة ولا بني آدم يقدر يلم أولها من آخرها، احنا فين وربنا فين؟ فقال له أموره لا يجاوب عنها. أولا ربنا ما ينفعش يساءل في قراره لأنه إله الكل، كمان ربنا حكمته أعلى كتير قوي من أن الواحد يجيب آخرها. فدي أول قاعدة. عشان كده أرجوكوا لما تعزوا إنسان مجروح أو تشجعوا نفس متألمة، بلاش تبتكروا إجابات اللي قدامك يبصلك من فوق لتحت ويقولك يعني بالبلدي العب غير، كلامك مش مريح مش مقنع. أفضل أنك تقول له بص أمور الله لا يجاوب عنها. يعني إيه؟ يعني لما نروح السماء ربنا يقول لنا عمل كده ليه؟ هو اللي يجاوب، لك إحنا نجاوب مطرحه؟ إحنا نقدر نقعد مطرح ربنا ونقول الأسباب الآتية؟ مين اللي يقول الأسباب الآتية؟ إحنا بنجتهد، إحنا بنحاول، إحنا عارفين الألم ينقي الإنسان والألم يعني يطلع أحسن ما فيه والألم يلم الحبايب على بعض والألم يساعد الواحد يتخلص من خطايا، فاهمين الكلمتين دول. لكن ما تقول لي فلان بالذات حصلت له المصيبة دي بالذات في الوقت ده بالذات ليه؟ الله أعلم، أمور الله لا يجاوب عنها. تقول لي واحد يبقى بار وزي الملاك يجي له كانسر في عز شبابه وراجل بطال مفتري وقعد للتسعين سنة يظلم في الناس وما جلتلوش أي حاجة زي كده، ما أبعد أحكامه عن الفحص. ما ينفعش أن أنا أخد مكان ربنا وأجاوب مطرح. فأول اجتهاد حكيم من أليهو مريح جدا القاعدة دي، عشان كده أرجوكوا احفظوها،
أمور الله لا يجاوب عنها. يعني بتعبير القديس بولس ما أبعد أحكامه عن الفحص. لكن الله يتكلم مرة واثنين. بص بقى جمال قاله، عاوز يقول له عارف لو أنت فتحت ودنك وركزت في ربنا هيرد عليك بنفسه. لو كنت بدل المهاترات دي والاعتراض والشكوى والتذمر خدت جنبه وقعدت تحكي معاه وقعدت تقول له فهمني، كان هيرد عليك، كان هيريحك واحدة واحدة. ربنا بيكلم ولاده، فانت ليه مستني البشر هم اللي يريحوك او يردوا مطرح ربنا؟ ما ربنا ممكن يتكلم. فهنا حط قاعدة تاني مهمة قوي، أمور الله لا يجاوب عنها ولكن الله يتكلم. إذن ربنا عنده فرصة يرد عن نفسه، بس مين يسمع بقى؟ وهيسمع إزاي؟ ومرة ومرتين، لأن ربنا ما بيقولش كل حاجة مرة واحدة، ما حدش يستحمل، ما حدش يدرك حكمة الله خالص. فهيتكلم شوية شوية، يقول لك حتة بحتة بحتة لغاية ما تبتدي تستوعب. زي عارفين لما المسيح كان بيغسل رجلين تلاميذه وبطرس كده استكترها وبتاعه، فقال له القاعدة جميلة قوي، قال له لست تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. شوية شوية بطرس تفهم ليه أنا بعمل كده، لكن مش هتقدر تفهم كل حاجة في اللحظة اللي انت عاوز، لأنه انت يعني تخيل طفل مثلا يدوله مادة دكتوراه وهو طفل، الكلام ده مش لما يخلص ابتدائية الأول. طيب فانت بتديله حاجات فوق خالص مش هيجيبها يعني. لأن كل أموره لا يجاوب عنها لكن الله يتكلم مرة وبسنتين لا يلاحظ الإنسان. يعني عارف يا أيوب، لو انت ركزت في ربنا بدل ما تركز في مقاوحة أصحابك دول وفي الدفاع عن موقفك، كان ممكن تلقط رسالة من ربنا، كان ممكن تستوعب حاجة ربنا عاوز يقولها لك، يقولها لك في الطبيعة، يقولها لك في ضميرك، يقولها لك على بق واحد غلبان زي أليهو، يعني شاب صغير. فقال له ربنا بيتكلم ومرتين بيتكلم والإنسان لا يلاحظ. هي دي برضو جميلة ليه؟ ودي قالها أيوب على فكرة في أيوب 9، هو نفسه قال يمر بي فلا أراه. فاكرنا؟ يعني ساعات ربنا يعدي جنبي مش بشوفه. فرجع أليهو قال له، يعني المعنى ده صح، إن كتير ما ربنا يتكلم بس الودن مقفولة والقلب مقفول. لما يكون الواحد حزين قوي ما بيستقبلش، العند بيسيطر عليه، الرفض بيسيطر عليه، فيبقى ربنا عاوز يحايله ويقول له هو مش راضي يسمع. زي تلميذ عمواس في الأول كانوا قافلين ودانهم وقلبهم، خدوا كذا ساعة من المسيح لولا ما القلب اتفتح والودن اتفتحت وعينيهم اتفتحت كمان. الله يتكلم مر وبسنتين لا يلاحظ الإنسان. يعني ممكن يتكلم مرة واثنين والإنسان مش واخد باله. يبقى أيوب أنت عندك غلطتين، إنك قلت لازم يفهمني اللي حصل بالظبط. لا معلش، ربنا مش لا يسأل في أحكامه. اثنين، ربنا كان بيكلمك وانت مش سامعه. في حلم في رؤى الليل، في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المضجع. يعني ربنا له 100 طريقة يتكلم بيها. ممكن وانت نايم يكلمك، ممكن في رؤيا يكلمك، ممكن لما الناس كلها تنام يصحيك ويكلمك. مش هيغلب ربنا، لو عاوز يكلم واحد مش بيغلب، بيعرف يتكلم ربنا، بس البني آدم مش دايما يعرف يسمع. حينئذ يكشف آذان الناس. تعبير ده حلو قوي ليه؟ لأنه ممكن أنت تصلي تقول له يا رب اكشف ودني، أو إيه افتح لي ودني، أنا ودني مقفولة. تلاحظوا كنيستنا الحلوة تخلينا كل مرة قبل ما الإنجيل يتقري في العشية والقداس نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. كأنه بتقول يلا فتحوا ودانكم، فتحوا عينيكم عشان ربنا هيتكلم، ركزوا. فهنا يكشف آذان الناس، ربنا يفتح الودن كده ويوشوش بس اللي عاوز. ويختم على تأديبهم، يعني لما يأدبهم ممكن يفسر اللي بيأدب.
بس الحكاية تاخد وقت ساعات. وكتير على فكرة في حياتنا ما الواحد يقول أنا دلوقتي فهمت حاجة حصلت معايا زمان، طب وماله؟ ممكن أصل ربنا الوقت عنده إيه مريح شوية، فممكن درس يكون ربنا عاوز يقوله لك تفهمه بعدها بثلاثين سنة، ممكن، بس هتفهمه برضه. يختم على تأديبهم ليحول الإنسان عن عمله. هنا بقى إجابة ثالثة، اليو ابتدى يجاوب. الإجابة الأولى في رأيي أنا يعني الله لا يجاوب في أحكامه، لا يجاوب في أموره، لا يجاوب عنها. يعني من حق ربنا يعمل اللي هو عاوزه، ما حدش يسأله. في نفس الوقت مش هنعرف نفهم كل حاجة. اتنين، ربنا بيتكلم بس الناس مش سامعة فبيرد، اللي عاوز يفهم ممكن يقول له بس اللي يسمع. تلاتة، اللي بيعمله ربنا بغرض يحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل. يبقى دي إجابة بقى، ودي إجابة تخص أيوب بالذات. ليه؟ أيوب رغم بره وأعماله الصالحة كان لا يخلو من الإعجاب بنفسه، كان عنده شوية كبرياء. بانت لو تذكروا من كام إصحاح لما قال ده أنا ما كانوش أهليهم أرض خليهم مع كلاب غنمي. فاكرين التعبير اللي قاله ده؟ لما صعبت عليه نفسه ولقى شوية عيال صغيرة بيبصوله من فوق لتحت وهو كده مرضان وعدمان ودبلان وحالته حال، قال دول أهليهم، كنتش أرضى يشتغلوا عند الكلاب بتوعي. ده كلام صعب، في حتة عظمة زيادة طبعا، مهما كان غني ما حدش يقول كده عن بني آدمين يعني. فهنا قال له على فكرة ربنا لما يشد ودن حد بيغير مساره، افهم، يحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل. الرجل المتكبر كبرياءه هيضيعه، هيحطه في نار جهنم للأبد. وربنا شفقة بالإنسان مش عاوز الكبرياء يكمل عليه. أيوب حلو ما عدا الحتة دي، طب والحتة دي كفيلة تضيعه؟ يقوم ربنا يعمل إيه؟ لا، يشد ويقدب ويعمل أي حاجة لكي يكتم كبرياءه عنه. يكتمه يعني إيه؟ يلغيه، يعالجه يعني، يشيله. ويحوله عن عمله يعني هو عمال يعمل أعمال صالحة لصالح كرامته عشان يرضى عن نفسه أكتر. لا، إحنا عاوزين نعمل الخير عشان ربنا، لكن في ناس بتعمل خير عشان تزداد رضا على نفسها، يبقى هو بيعبد نفسه برضه، فدي حتة خطر. يحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل ليمنع نفسه عن الحفرة. ده سبب رابع، لو حابين تحطوا رابع. الحفرة دايما إشارة في لغة الآباء الأوائل عن الجحيم. حفرة دايما رمز للقبر اللي مطلع على الجحيم، وما كانش فيه غير جحيم من ساعتها، الفردوس ما تفتحش غير بعد الصليب. يمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت. يعني ربنا ممكن يأدب بشدة ويوجع قوي بس يقفل في وشك الجحيم. تقبل الباكج ده ولا تتخانق؟ ترضى ربنا يوجعك قوي بس يقفل في وشك الجحيم؟ ده انت ترضى ونص. تعرف الجحيم ده شكله ايه؟ ورا منه جهنم شكلها ايه؟ لا، ده انت تقول له متشكر مليون مرة. اذا كان الوجع ده هيحول مصاري ويمنع من نفسي الحفرة، حفرة الهاوية دي والهلاك الابدي، لا يبقى كتر خيرك طبعا. يبقى تاني انا براجع، لان دي كلها اسباب حكيمة جدا في محاولة تفسير ما يحدث. الله لا يجاوب، أموره لا يجاوب عنها. اتنين، ربنا بيتكلم بس اللي يسمع. تلاتة، يحول الإنسان عن عمله بالتجربة ويشيل منه الكبرياء. أربعة، يمنعه من الحفرة أو من الهلاك وحياته من الزوال بحربة الموت. أيضا يؤدب بالوجع على مضجعه ومخاصمة عظامه دائما. يعني وارد في خطة ربنا أن يأتي التأديب بوجع شديد ونقح في العظم، لأنه في بعض الناس تقول يعني ربنا الطيب يسمح لواحد بالعذاب ده، بالوجع ده كله؟ هنا حط وقال وارد، وارد. ربنا طيب قوي
لكن الوجع الشديد ده وجع ساعة ولا كل ساعة، وجع ساعة ووجع شديد. فهنا بيقول يؤدب بالوجع على مضجعي ومخاصمة عظامي، ده تعبير أدب، يعني عظامه مخصمة، يعني عظامه بتنقح عليه. مفروض العظم ده يريح الإنسان مش يخصمه يوجعه. فتكره حياته خبزا، وده اللي وصل له أيوب. هو قال كرهت حياتي، أيوب نفسه قال الكلمة دي، قال أيوة ربنا ساعات يوصل للواحد أنه يكره حياته. ونفسه تكره حياته خبزا، ونفسه تكره الطعام الشهي. وأيوب يعني مش لاقي، مش قادر ياكل لقمة من كتر الوجع اللي جواه والمرض اللي في جسمه. فيبلى لحمه عن العيان، ده بالظبط اللي حصل لأيوب، ان لحمه ابتدى ايه يعني من كتر البثور والقروح والمرض الشديد كأنه بيموت كده بالبطيء، فكانت حالة صعبة. وتنبري عظامه فلا ترى، يعني تبقى عظمه يعني هيطلع من جلده كده، فتبقى منظره صعب قوي زي الايه هيكل عظمي يعني. وتقرب نفسه الى القبر، كل ده يسمح بيه ربنا. اه ممكن ليه؟ عشان خلاص النفس، عشان يحميه من جهنم. وحياته الى المميتين، يعني ايه تبقى خلاص قرب يبقى زيه زي الميتين بالظبط. ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف ليعلن للانسان استقامته، يعني ايه وسط ده كله ربنا يبعت رسالة ولو واحد من ألف يقول له السكة الصح ايه. تاني المعنى ده مهم، يعني ربنا مش ممكن يسيب واحد متجرب بدون رسائل روحية، ده ما يحصل. في ناس بتعند وتقفل ودانها وتقفش مع ربنا وتخصمه، بس ده مش معناه ان ربنا بطل يبعت مراسيل، لا بيبعت ويحايل ويقنع انه ده ليك مش عليك. فبيقول ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف، يعني ايه ممكن الف واحد يتكلموا معاه بس فيهم واحد ربنا بعته من اجل الاستقامة، يترأف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفر. يعني ايه؟ يعني تصور كل اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ يترأف عليه. ازاي رب انت كل اللي عملته في ايوب تسميه ترأفت عليه؟ هو ده الرأفة؟ تعمل في الراجل ده كله ليترأف عليه لألا يكون مصيره الحفر. فهو بيمنع المصير الوحش، تبقى رأفة من ربنا، تبقى رحمة. عارفين تشبيه أبسط من كده شوي، يوم ربنا سمح ليونان يدخل الحوت، جوف الحوت، طب ده يونان ده نبي وراجل عظيم وبيسمع صوت ربنا بشكل واضح جدا. كانت كلمة الرب إلى يونان النبي، قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليه، بيسمعوا زي ما بسمعين بعض كده. إنما يونان خد تأديب ثلاث أيام، لا عارف يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا، وريحة صعبة ومسجون في حبس انفرادي عنيف، لأنه الحيتان الضخمة دي فيها غرفة كده ورا الفم، ده مش في بطنه طبعا، بطنه كانت هضم، لكن في مكان، بس طبعا مكان قبيح جدا ومزعج جدا. يقوم ربنا يقول له أيونان ادخل. ليه؟ لازم أشيل منك شوية التعصب اللي فيك ده، عشان قلت لا، عشان لسه شايف روحك كده يهودي متعصب شوية، مش بتقبل خلاص الأمم، خلاص نينوى. فهنا بيقول يترأف عليه. هل لو ربنا كان ساب يونان اترمى في البحر ومات أحسن؟ طبعا لا، دي رأفة من الله انه دخله الحوت عشان يديله قيمة ويديله رسالة ويعمل منه نبي عظيم، زي ما قال واحد من الاباء لولا نينوى وما كناش سمعنا بيونان. فنينوى اللي ما كانش بيحبهم هم اللي عملوا له الاسم، لولا التجربة ما كناش سمعنا بأيوب، حتى ما أيوب كان راجل كويس، ما ياما ناس كويسة، انما اللي عمل اسم الأيوب مدى الاجيال هي التجربة، هي اللي رفعت أسهمه جدا. يترأف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. يعني إيه؟ يعني أنا الوجع تفداه. طبعا الفدية في المفهوم العهد الجديد المسيح فدانا، بس فدانا إزاي؟ ما هو بالصليب. وجع المسيح وآلام المسيح هي اللي كملت الفداء، من غير آلامه ووجعه الشديد جدا كنا هلكنا كلنا.
فهنا كأنه بيقول له نبوءة أنه الآلام والأوجاع الشديدة قوي ليها دور في خلاص النفس، بدليل أن ربنا يسوع له كل المجد يتجسد من أجل الألم، جاي عشان يتألم ويصلب ويموت فدية عن البشر. يصير لحمه أغض من لحم الصبي، يعني بصوا بقى هذه نقطة خمسة، بيديله أمل. أصحاب أيوب ما ادالوش أمل، أصحاب أيوب قالوا له هي كده وتشربها زي ما هي كده وانت تحكم عليك بكده وتستاهل كده، فطبعا كملوا عليه وجع قلبه. إنما هنا لقينا أليه بيقول له على فكرة مش بعيد على ربنا يرجع لحمك زي لحم الصبي، ما هو عيان دلوقتي وقرب يموت من كتر ما المرض هده، قال له ما ممكن ربنا، وفعلا ده اللي حصل. أيوب خف وكأنها بمعجزة، لأن اللي وصل له ده ما كانش ممكن يخف طبيعي. فهنا اداله رجاء، بس رجاء يعني حسب إرادة الله، عشان كده برضو بترجاكوا لما تشجعوا إنسان ما توعدوش وعد لا تملكوه. يعني افرض واحد عيان قوي ما تقولوش انت لازم هتخف، لا لازم تخف وانت ربنا، ما يمكن ربنا عاوز ياخده السماء ولو خف يضيع. قول له بنعمة ربنا، ربنا قادر يشفيك، خلي عندك رجاء، ربنا يقدر طبعا، مش هو اللي خلقك، سهل عليه قوي يشفيك، ما تفقدش رجائك. يبقى ادي رجاء لكن ما تجزمش، يعني ايه؟ ما تأكدش حاجة انت لا تملكها. فهنا بيقول يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه. هو ده كلام لأول مرة أيوب يسمع كلمة تشجيع، يقول له ده أنت ممكن ترجع شباب تاني يا بابا، ممكن لحمك ده يرجع زي الفل تاني. يصلي إلى الله فيرضى عنه. نقطة ست، يا أيوب بدل ما تاخد وتدي وتتخانق مع العواجيز أصحابك دول، مش كنت قعدت تصلي وتقول له رب طب خفف عني، طب عزيني عن اللي حصل، طب اسندني، طب قويني؟ كانت صلاته أقل كتير من حججه. أليه بيقترح يقول له إيه؟ كفاية حجج وكفاية تفكير وتعالى نصلي. وبرضو دي مهمة جدا في التعزيات أو في التشجيعات، إنك تخلي اللي قدامك هيفيدك في إيه سؤال ليه، ما تيجي ننشغل بالصلاة أحسن. هتقعد تقول ليه 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 ليه، ودي هتعمل لك ايه حتى لو عرفت ليه؟ ما تسأل سؤال تاني، طب اعمل ايه؟ صلي، الاجابة سهل، صلي ربنا يخفف وجعك، يعزيك، يصبرك، يسندك. لكن تقعد تقول ليه ليه ليه، انت بتعب روحك، انت معطل تعزيتك وشفائك. يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه، يصلي إلى الله فيرضى عنه. طبعا دي قاعدة طول الأجيال، إن ربنا بيفرح باللي بيصلي، لأن اللي بيصلي لربنا بيقول له أنت موجود يا رب، وأنت ضابط الكل، وأنت صاحب القرار، وأنت المرجع، وأنت اللي ما ينفع أروح منك ليك، أروح منك فين؟ فيصلي إلى الله فيرضى عنه. فقال له مش يمكن لما يا أيوب تصلي يوم ربنا يرضى عنك وتخف التجربة؟ وده بالظبط اللي هيحصل، انه لما ايوب هيصلي هتنتهي التجربه. يا ترى كل اللي فات ده ما كانش عارف يصلي، هو عمال يدافع عن كرامته وعن موقفه ومتغاظ من اللي حصل له، وعمال يقاوح مع العواجيز اللي بيعزوه معزوم متعبون كلهم، لكن اهمل الصلاه. فهنا اليه نبهه، المفروض كنتوا تشجعوا الراجل يصلي اكتر، والصلاه تعزيه وتشفيه كمان لو ربنا رايته. يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه. بص الرجاء الحلو ده، قال له ده أنت لما تصلي كويس مش بس يرضى عنك، ده أنت تشوفه، ده ربنا عاوز الناس تشوفه، ربنا بيكشف مش بس عن إرادته عن وجهه، ربنا يحب إن الناس تقرب منه، هي الناس اللي مش عاوزة مش غاوية تقرب، لكن ربنا عاوز يخلي الناس تشوفه. طبعا احنا هنشوفه في السماء، ربنا يسوع له كل المجد، لكن ممكن معناها ايه؟ لما تصلي كتير وكأنك تعاين الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم ايه؟ يعينون، يعني عيانا بيانا بالعين يعينون الله. طب صلي كويس عشان ربنا يكشف لك ويرد على وجعك وكمان تشوفه بعينك،
يبقى عمال يديله رجاء. يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. برضو دي حتة معزية. اوعى تفتكر يا أيوب أن ربنا نسيلك كل البر اللي أنت عملته والأعمال الصالحة والصلوات القديمة والأصوام القديمة. لا، ربنا مخزنهم لك، هيرد عليك برك بس في الوقت المناسب. لأنه كان أيوب عاوز يقول طب ده البر اللي أنا عملته ما يخليهوش يعمل فيا كده. لا يا حبيبي، البر اللي أنت عملته ده بيتخزن للسماء. هو أنت عمال تصوم وتصلي عشان ما يحصلكش مشاكل في الدنيا؟ لا لا، احنا بنصوم ونصلي ونعمل الخير عشان الميراث الأبدي، عشان الكنز اللي في السماء. لكن احنا مش طريقتنا ان احنا نعمل كل البر عشان نعيش يومين في الدنيا كويسين. لا، لو كان لنا في هذه الحياة رجاء فقط لكنا ايه؟ أشقى جميع الناس. دي مش شطارة انك انت تبقى عشمان بس اليومين يعدوا على خير. خير ولا مش خير؟ في الآخر نروح السماء، ده المهم، ده كل الخير. يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. يغني بين الناس. شوفوا بقى ليه وتطلع أيوب للغنى. قال له ده يجي لك يوم تغني ويقول إيه؟ بس شوفوا من حكمته، قال له ده أنا نفسي تغني، تغني يعني ترتل، وتقول أخطأت. دي اللي مش عارف يقولها أيوب. فهنا أليه بحكمة ساقه كده لغاية ما وصله للكلمة اللي المفروض من بدري يقولها. فقال له ده أنت لما ربنا يشفيك كده وتهداه وتستهداه وتعقل كده وبعدين ترجع تقول له أخطأت. أخطأت وعوكت المستقيم. ده أليه بيمليه المفروض يصلي يقول إيه. طبعا لسه أيوب مكهرب ومش عاوز يقول كده لأنه شايف نفسه مغلطش. ولم أجاز عليه. ياه، لم أجاز عليه يعني إيه؟ يعني أنا خطاياي جزاءها جهنم، فهو منع جهنم، فأنا لم أجاز على خطيتي. مش إحنا خطايانا تودينا جهنم؟ هل ربنا جزانا عن خطايانا؟ لا، ده شوية الضيقات اللي بتحصل لنا أقل كتير قوي من جزائنا. زي في صلاة عزرة، عزرة 9، يقول إن الله يغرمنا بأقل من أثامنا. يعني الغرامة اللي علينا أقل كتير قوي من اللي نستاهله. دي غرامة في الدنيا، دي حاجة بسيطة، لكن لو هتتعامل بقى إيه يعني بالحق قوي يبقى الحكاية صعبة خالص. فدى نفسي من العبور. العبور للحفرة يعني إيه؟ يعني هيجي اليوم يا أيوب اللي تغني، طبعا يقصد في السماء، وتقول المسيح فداني من الهلاك بالوجع. المسيح أنقذني من نهاية وحشة بالتجربة. فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياة النور، النور الأبدي. إذن أليه تقريبا حط كل مفاتيح الرد على لماذا الألم في إصحاح 33. الأول عمل مقدمة طويلة في 32 لأنه بيستأذن، اسمحوا لي أتكلم، أنتوا كبار عني، أنا صغير، أنا سمعتكوا كويس، أنا أديتكوا كل الفرصة. أيوب أنت زودتها وحكمت على ربنا أنه غلطان، وأنتوا تعبتوا الراجل واستذنبتوه في كل حاجة. ادوني فرصة أقول، ده كل ده كان 32، 33 دخل في الموضوع. لما دخل في الموضوع حط لنا مبادئ كده. أول مبدأ، أمور الله لا يجاوب عنها. تاني مبدأ، لو انتم متابعيني يعني ربنا بيتكلم بس مش دايما الانسان بيلاحظ. تالت مبدأ قال بيحول الانسان عن عمله ويمنع الحفرة بتدخل الهي، يمنع الهلاك، كمان يكتم الكبرياء يعني يشفيه من كبرياء كان كفيل يضيعه. وبعدين قال بيبعت مراسيل روحية، ولو واحد في الالف تميزه، لو عرفت تميزه، وإن اللي بيحصل ده كله مع قسوته بيتسمى رأفة لأنه بعد عنك الهلاك الأبدي. فأنت هيجي لك اليوم تقول ربنا ترأف علي وبهدلني في الدنيا عشان يحميني من الهلاك. وبعدين قال له حل الصلاة. قال له لما تصلي كل حاجة تتصلح وتفهم. وبعدين اداله رجاء أنه ممكن يحصل شفاء، والأهم من الشفاء أنك تعدي الحفرة، انك تطلع من حفرة الهلاك الابدي وتشوف عينك النور
وتشوف ربنا في يوم من الأيام. أليهو حكيم بجد، لأنه قال كلام في احترام شديد لأيوب، في إحساس بالوجع بتاعه، في أدب في التفاهم، لكن في حجج روحية سليمة، ومن أهمها أن أمور الله لا يجاوب عنه. هو ده كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثة بالإنسان. يعني إيه؟ يعني عاوز يقول له، وانت فاكر اللي بيعمله ربنا ده جديد على البشر؟ ده بيعمل كده في حياتنا مرتين وثلاثة. وانتوا اللي قاعدين قصادي واللي سامعيني، يعني ممكن تقول انا عديت في حياتي بكام فترة كده كانت ايه شديدة قوي. طب ومال وكل ده محسوب؟ مرتين وثلاثة يعني ايه؟ يعني ده مش مرة على فكرة، لا ده ممكن يسويك كل شوية، يديك أجازة من التجارب وبعدين تنزل تجربة جديدة، وبعدين أجازة تاني وبعدين ينزل تاني. ليه؟ كل ده عشان يجهزك للسماء. لو أنت قلت له لا بص بقى مش عاوزين تجارب خالص، طب ما أنت كأنك بتقول له أنا مش عاوز، أنا عاوز أروح النار. ما ينفعش تعمل كده، هو مش عاوز كده. هو ذا كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاثة بالإنسان ليرد نفسه من الحفرة. دي رابع مرة يقولها تقريبا، حكاية يمنع نفسه من الحفرة ويرد نفسه من الحفرة. إذا أليهو أدرك وعاوز أيوب يدرك أنه أنت كان في حفرة أنت مش شايفها، اسمها هلاك أبدي، اسمها نار أبدية، ربنا عمال يشيلها من سكتك باللي أنت بالعلاج اللي بيعالجك بيه ده. فالمفروض كنت تشكره على اللي بيعمله. ليرد نفسه من الحفرة ليستنير بنور الأحياء، نور الأحياء ده في السماء يعني، يبقى عايش مع القديسين للأبد. فاصغ يا أيوب واستمع لي، يعني إيه؟ اسمع لي، أنا لو وجعتك ولا أدنتك ولا حكمت عليك ولا بقول عليك وحش، ولا أنا بقول ربنا بيحبك، أنا بقول ربنا دي حكمة منه، أنا بقول ربنا أعلى من أن يدرك، أنا بقول نصلي له. طيب أنا بقول لسه عنده حل، ممكن يصلح ولو جزئيا اللي حصل، ممكن يشفي. أنا لسه بقول لك إن ده كله يعديك الحفر، وده أهم من أي حاجة. فاصغ يا أيوب واستمع لي، انصت فأنا أتكلم. وكأنه كل شوية بيستأذنه، يعني أكمل كلامي؟ اسمح لي أكمل كلامي؟ طبعا أصحابه الكبار ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيطصوا طص كده، لكن ده عمال يستأذن كل شوية، عاوز أكمل. إن كان عندك كلام فأجبني، وبرضو كل شوية يقول له إيه، لو عاوز تقول حاجة أنا هسكت. بس أيوب ابتدى يسمع. ليه؟ لأن ده صوت حكيم وصوت متواضع وصوت مش بيدينه، مش عمال يقول له أنت وحش وسط يعني، لا لا تكلمش بالطريقة الناشفة قوي بتاعة الأصدقاء الأوائل. تكلم، بصوا، فإني أريد تبريرك يا أيوب. أنا مش قاعد زي الثلاثة دول أمسك عليك الغلط، أنا قاعد عشان أدافع عنك. على فكرة أنا أريد تبريرك. الحتة دي جميلة قوي أحبائي. حتى لما تشوف واحد بيغلط ما تمسكش عليه الغلط، خلي موقفك ولسان حالك إنك بتقول له أنا أريد تبريرك، أنا مش قاعد عشان أقول أنت غلطان وخلاص. إيه الفايدة في كده؟ أنا عاوزك تتصلح، عاوزك تستفيد من التجربة، عاوزك تطلع من الغضب اللي جواك والغل اللي فيك ده، فأنا أريد تبريرك. وده موقف المسيح دايما، يعني المثل التي أمسكت في ذات الفعل. كل الناس حسب الشريعة تستحق الرجم. المسيح ركع وقعد يكتب على الأرض ولسان حاله إيه؟ أنا أريد تبريرك. يمكن كان بيكتب لها كده، يعني إيه؟ أنا هنا عشان أطلعك براءة. طب ما هي وحشة وتستاهل الرجم، بس هو ما جاش من السماء ليدين العالم بل ليخلص العالم. فهنا أليهو شبه المسيح. ليه؟ اللي عاوز يقول له أيوب على فكرة أنت غلطت في حق ربنا، بس أنا أريد تبريرك، أنا مش هعمل زيهم وأمسك عليك الغلط وأقول ده أنت تستاهل اللي جرالك عشان بتستغلط ربنا، لا مش هقول كده أبدا، أنا عاوزك في الآخر بريء. وإلا فاستمع أنت لي، انصت فأعلمك الحكمة. يعني إيه؟ لو سمعتني كويس صحيح أنت كبير عني، بس أنا أقول لك حكمة من فوق. طبعا أيوب كان ينصت، ودي حتة جميلة قوي. يبقى واضح أنه الإنسان ممكن ينصت لمين؟ للمتواضع.
للي بيستأذن، للمهذب في الكلام، للي بيقول كلام مريح بيدي رجاء. لكن ما كانش أيوب قادر يستحمل، تلاحظوا في اللي فات انه كان كل صديق بالعافية يكمل اصحاح أيوب ينط يرد عليه، لانه ما كانش مديهم فرصة يكملوا، لانه مش مستحمل كلامهم. انما هنا أيوب عاجبه الكلام، رغم انه ما طلعش أيوب 100% صح، لكن كان الاسلوب هنا كان مريح شوي. اكمل كم آية. فأجاب أليه وقال، اذا أيوب ما قطعش لسه بيسمع، اسمعوا أقوالي أيها الحكماء. هنا بالضبط كأنه تعدل بقى للثلاثة الكبار وقال لهم اسمعوا أنتوا كمان. يبقى خلص الوعظة بتاعت أيوب وبقت وعظة للأربعة على بعض. فقال لهم أنتوا يا حكماء الزمان يلي جيتوا تعزوا الراجل وهديتوا حيله وتعبتوه، طب ممكن أقول لكم أنتوا كمان كلمتين؟ اصغوا لي أيها العارفون. ما هم واخدين موقف العراف، يعني عارفون كل حاجة، لأن الأذن تمتحن الأقوال. يعني إيه؟ هقول واعترضوا براحتكم، ما هي الودن دي معمولة تمتحن الأقوال، زي ما الحنك قالها في حتة تانية لو تذكروا، موجود عشان يستطعم الأكل. فالودن بتستطعم، كلام ده يدخل ولا ما يدخلش، كلام مظبوط يريح، كلام مش مظبوط ما يعديش. فالأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يذوق طعاما. تشبيه جميل، مفروض ودانك تبقى ايه؟ ذواقة. زي ما انت بتعرف تقول الاكل ده مالح، الاكل ده مر، الاكل ده سخن زيادة، هي ودنك دي ما ينفعش تميز كلام ده كلام سوري يعني ممكن يبقى فارخ، لا ده كلام مليان. فهنا عاوز يقول لهم احكموا على كلامي بس وزنوه شوية، فتحوا ودانكم واسمعوني كويس. لتمتحن لأنفسنا الحق، قولوا كده احنا هنمتحن الكلام ونشوف الحق اللي فيه، ونعرف بين انفسنا ما هو طيب. هنا الكلام بقى ليهم كلهم مش لأيوب بس. لأن أيوب قال تبررت والله نزع حقي. دي بقى الحتة اللي ايه؟ غلط 100%. أيوب لسان حاله طول الوقت انا بار وربنا ظلمني نزع حقي. ده موقف أيوب طول الإصحاحات اللي فاتت، وقال لهم انتوا دي ما ركزتوش فيها، انتوا مركزين انه أيوب وحش وخلاص. عند محاكمتي اكذب. تصوروا ربنا أيوب ادعى انه ربنا غير عادل وانه بيطلعوا كذاب كده كده، مع انه هو مش كذاب. عند محاكمتي اكذب، مش اكذب، اكذب يعني ايه؟ اتهم بالكذب وانا ما بقولش كذب. جرحي عديم الشفاء. ده كل ده كلام أيوب عاوز يقول له لا، جرحك يشفى إن كان جسديا ممكن تحصل معجزة، وإن كان روحيا الكبرياء يخف بالوجع من دون ذنب. فأي إنسان كأيوب يشرب الهزء كالماء. خلوا بالكم هو ابتدى يعمل إيه دلوقتي؟ يسخن عليه شوية بعد ما فرش الفرشة الحلوة وكسب رضاه ودخل قلبه، هيشد أكتر. ودي حكمة، لما تكسب اللي قدامك وتعمل رصيد عنده ويبقى اطمن إنك مش عدوه وإنك أنت حكيم وعاقل وإنك في صفه، ممكن بقى تعلى شوية وتقول له على فكرة أيوب اللي أنت قلته ده كأنك بتستهزأ بربنا وبتشرب الهزء كالماء. دي غلطة كبيرة قوي انك قاعد تلخبط في الكلام وتقول ربنا ظالمني وربنا بيكذبني وربنا ما بيحكمش بالحق. هو ايه الكلام كده وخلاص؟ ويسير متحدا مع فاعل الاثم. ده هو بيتهم ربنا بكده، اي ايوب يعني اتهم ربنا وكانه صار شريرا زي الاشرار لانه بيظلم ربنا نفسه. وذاهبا مع اهل الشر لانه قال لا ينتفع الانسان بكونه مرضيا عند الله. يعني ايه؟ أيوب يفهم من كلامه انه قال ما معناه لا تقوى نفع ولا بر نافع، وكأنه يا ريتني ما كنت بار ويا ريتني ما كنت كامل، ما في الاخر محصلة بعض. أيوب وصل لكده. فهنا بيقول أيوب يقول لا ينتفع الانسان بكونه مرضيا عند الله. قال له لا يا أيوب مالكش حق، انت لخبطت في الكلام.
انت من كتر وجعك افتريت على ربنا، وربنا فاضل ساكت لانه عارف وجعك. اذا اليهو، انا خلصت، بيعزي ايوب بطريقه مهذبه متواضعه حكيمه. خد فرصته في الاخر خالص لما سمع كويس قوي، فلما الواحد بيسمع كويس قوي بيعرف يتكلم، وبدا الكلام من كلمات ايوب نفسه عشان ما يقولوش ظلمتني. ابتدى يدي حجج روحيه حكيمه جدا، وبالتالي قال اللي ما قالهوش الثلاثه الكبار لالهنا كل مجد وكرامه الابد. ناخد ايه واحده. قد اخطات وعوجت المستقيم، ده اللي قال له ايه تقول كده، يعني ملاه مفروض يصلي ويقول ايه. قد اخطات وعوجت المستقيم.